كل والجمال والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. النهاردة بتجدد لقائنا مع حضراتكم في صباح جديد، فقرات دايما مختلفة ومتنوعة من صباح البلد رغم البرد. قوموا كده ابدأوا يومكم معانا بنشاط وحيوية. النهاردة 3/18 يناير 2022، 15 جماد الأخيرة 1443 هجرية. يسعد صباحك يا نهاد، وعاملة ايه في الصقيع اللي احنا فيه ده؟ صباح الفل عليك يا هند. والله يعني الواحد مش عارف يقول ايه. صباح الفل والجمال على كل اللي بيشوفونا على صدى البلد في برنامجكم صباح البلد، معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10، معنا فقرات كتيرة متنوعة إن شاء الله تعجبكم، تابعوها معانا. بس قبل ما نبتدي معاكم فقراتنا، خلوني أفكركم بصفحتنا اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشة لكل اللي عايز يتابعنا أو يتابع أخبار البرنامج في أي وقت. نتكلم عن ايه بقى النهارده؟ كان في حدث امبارح كبير جدا والدنيا كلها كانت بتتكلم عنه. اكيد يعني هاد، وخلينا نقول ان رغم بروده الطقس لكن الاحداث كانت سخنه جدا امبارح لكل عشاق الساحره المستديره حول العالم كله. كلنا كنا على موعد مع حدث عالمي مهم جدا، الكل كان مترقب ومتابع جوائز الافضل ذا بيست لعام 2021 اللي بينظمها الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا سنويا بمدينه زيورخ السويسريه، وهي مقر الفيفا لاختيار افضل لاعب في العالم. ويمكن المره دي احنا ليه بنتكلم عن الحفل ده واحنا كده فرحانين ومبسوطين جدا؟ لان كان ليه طابع خاص. ليه؟ لان كان من ضمن المرشحين الثلاثه لجائزه افضل لاعب في العالم نجمنا العالمي فخر العرب، فخرنا كلنا، محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر، واللي للمره الثانيه خلال 4 سنين بس بيخوض المنافسه والصراع على جائزه الافضل في العالم، وده بعد دخوله القائمة النهائية في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مع ليفاندوفسكي وليونال ميسي لاعب باريس سان جيرمان في القائمة النهائية للمرشحين زي ما احنا شفنا امبارح ودلوقتي مع حضراتكم الصور على الشاشة. ولكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ فاز بالجائزة للعام الثاني على التوالي، واحتل نجمنا العالمي محمد صلاح المركز الثالث. صحيح كان نفسنا طبعا اكيد محمد صلاح يحصل عليها، بس هو في نظرنا هو افضل لاعب في العالم بصراحه. الحقيقه فعلا يا هند عندك حق، محمد صلاح كان يستحق اللقب ده وكلنا كنا شايفين انه الاحق والاقرب للقب، بس للاسف في عوامل كتيره تانية بتتحكم في اختيار افضل لاعب في العالم، ويمكن منها جوانب متعلقه بالاعلانات بقى وبالتسويق واعتبارات تانية بعيده عن احتراف كره القدم الحقيقي. مش بنقول كده ده عشان نجمنا محمد صلاح، لا طبعا هو محققين اللقب ده، لكن هي الحقيقه والحقيقه ان المصريين والعرب والافارقه شايفين ان محمد صلاح افضل لاعب في العالم فعلا بقى، بغض النظر عن الجوائز اللي بتمنحها الفيفا للاعبين لاعتبارات بعيده عن الملعب وكره القدم. وده واكيد ده طبعا مش اخر المشوار لصلاح، لاننا اتعودنا منه على التحدي وتحقيق الارقام القياسيه، وان شاء الله يحقق اللقب السنه الجايه، وبنتمنى له التوفيق باذن الله بكره مع منتخبنا الوطني في مباراه حسم التاهل لمنتخبنا امام منتخب السودان الشقيق في بطوله كاس الامم الافريقيه، وكل التوفيق للمنتخب المصري يا رب ان شاء الله ينهد ويتاهلوا الدور ال 16. ومحمد صلاح احنا بنتكلم عنه بنتكلم على قصه ملهمه كبيره ومهمه، كلنا في كل المجالات بنتعلم منها، وان شاء الله يعني مستنيين من منتخبنا المصري انه يشرفنا ويجيب الثامنه بطوله كاس الامم الافريقيه ان شاء الله. خلينا نروح لفقراتنا النهارده كالمعتاد، هنبدا مع حضراتكم بقراءه لابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف، هيكون معانا فيها الكاتب والروائي نزار السيسي. اما بقى خلينا نقول لهم فقرتنا الثانيه هنتكلم فيها عن جهود الدوله في تطوير منظومه النقل الجماعي والطرق والتطوير الكبير في قطاع النقل والمواصلات، واللي اصبح جهد واضح وملموس، وهيكون ضيفنا فيها دكتور ايمن مسلم استاذ الهندسه الانشائيه والمدنيه بجامعه كاليفورنيا ومؤسس المجلس المصري للاقتصاد الاخضر. اما فقرتنا الاخيره زي ما احنا متعودين مع حضراتكم هتكون فقره طبيه، هنتكلم فيها النهارده عن امراض الذكوره، وهيكون عندنا فيها اجابات عن عدد من الاسئله الخاصه بموضوعات هامه بامراض الذكوره، وهيكون معانا فيها الاستاذ الدكتور خالد سالم استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره. ده كان استعراض سريع لاهم ملامح وفقرات يومنا. خلينا دلوقتي بقى نروح نعرف مع نهاد يا ترى ايه اخر اخبار حاله الجو.
تعالوا بينا كده نتعرف على حالة الطقس النهاردة. ومن المتوقع أن يشهد اليوم طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. وإليكم بعض درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الجمهورية. وزي ما احنا متعودين هنبتديها مع بعض بالقاهرة العظمى 16، أما الصغرى 8، الأسكندرية 16-8، الإسماعيلية 16-9، الدقهلية 16-9، الغردقة 18-14، أما المنيا 16-5. وبالنسبة كمان لبعض العواصم العربية والعالمية، فدرجة الحرارة في الرياض العظمى 14، أما الصغرى 7، أبو ظبي 26-21، أنقرة 1-8 تحت الصفر، لندن 7-3، واشنطن 3-3 تحت الصفر، بكين 3-8 تحت الصفر. طيب من صقيع الجو وانخفاض درجات الحرارة اللي كلنا شايفينه، خلينا نشوف بقى يا ترى أسعار العملات والذهب ارتفاع انخفاض ولا في ثبات. خلينا نبدأها مع حضراتكم بأسعار العملات، والبداية مع سعر الدولار الأمريكي اللي سجل النهاردة ليه الشراء 15.64 جنيه، أما للبيع 15.74 جنيه. اليورو سجل ليه الشراء 17.82 جنيه، أما للبيع 17.99 جنيه. الجنيه الاسترليني سجل ليه الشراء 21.33 جنيه، أما للبيع 21.54 جنيه. بالنسبة لي الريال السعودي سجل لي الشراء 4.18 جنيه، أما للبيع 4.19 جنيه. الدينار الكويتي سجل لي الشراء 49.69 جنيه، أما للبيع 52.13 جنيه. بالنسبة بقى لي أسعار الذهب، البداية هتكون مع عيار 18 اللي سجل النهاردة 682 جنيه، أما عيار 21 فاستقر عند 796 جنيه، عيار 24 سجل 910 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب 6368 جنيه. مشاهدينا الكرام بجد التحية مرة ثانية لحضراتكم، وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. شرفنا ومنورنا النهاردة الكاتب والروائي الأستاذ نزار السيسي، برحب بحضرتك معنا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. خلونا نبدأ جولتنا الإخبارية من استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وده كان بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الوزير العمامرة نقل إلى السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا التباحث حول سبل تعزيز أفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، كمان عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين. كمان تم التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة، حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون ووحدة وسيادة ليبيا وتوحيد المؤسسات الوطنية بها خاصة العسكرية والأمنية، تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، أكد الجانبان استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد. الحقيقة الخبر فيه أكتر من نقطة، لو هنبدأ الأول بالعلاقات التاريخية عموما ما بين مصر والجزائر والعلاقات اللي موجودة دلوقتي، شكلها إزاي ومدى التوافق ما بين البلدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بداية طبعا هنتكلم على العلاقات المصرية الجزائرية، تربطها طبعا علاقات كتيرة جدا، حيث أن مصر وقفت مع الجزائر في الثورة الجزائرية، ولن ننسى برضو ولن ينسى التاريخ دور الجزائر في وقوفها في حرب أكتوبر.
معانا، وكان من ناحية سواء الدعم المادي أو الدعم إن هم كانوا معانا جنبا إلى جنب. أما الزيارة طبعا بتأكد على استثمار كافة الفرص لتكريس سبل التشاور بيننا وبين الجزائر كمصر والجزائر وبين المنطقة العربية ككل. بحثت أهم القضايا اللي تم إثارتها في هذا اللقاء بين السيد سامح شكري والسيد العمامري العمامرة، هو ملف سد النهضة. هذا الملف طبعا ما يقوم العمامرة، وهذا رجل كان سياسي وكان سبق لي أنه كان سفير الجزائر في أثيوبيا وأكثر من دولة إفريقية، وأن تكون تلك الوساطة أو محاولة تقارب وجهات النظر في هذا الملف القوي والمهم جدا لنا كمصر. وهو كان سبق قبل كده بيومين، هو راح أديس أبابا وراح الخرطوم لبحث السبل. أهم حاجة طبعا إن هو أنا متفائل إنه هيقوم بدور فعال، وخصوصا لعمق علاقاته في القارة الإفريقية، بالإضافة إن هو شخص مخضرم. أهم حاجة يكون هذا الحل يكون قانوني وملزم للطرفين. صحيح. طب بالنسبة لي التوافق حول القضايا خاصة فيما يتعلق، يعني احنا بنتكلم عن بلدين موجودين ما بين مصر والجزائر، ليبيا وتونس. بالضبط. واكيد ان الحوار ما بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الضيف الجزائري الخاص بوزير الشؤون الخارجية الجزائرية كان خاص بما يحدث في تونس وما يحدث في ليبيا ومدى توافق البلدين، ومن الواضح ان كان في توافق في الرؤى، يعني ما يعني تأمله مصر من اوضاع في ليبيا هو ما تأمله ايضا الجزائر في تونس، تشجيع رئيس تونس قيس سعيد. مدى التوافق في ده، وده مهم لان يعتبر البلدين امن قومي سواء لمصر او للجزائر. طبعا هو في اتفاق والتقاء في كل من الملفين. هنبدأ بالملف الليبي. هو طبعا كل المنطقة العربية تسعى أن يحصل فيها استقرار داخل ليبيا، سواء عن طريق معالجة الأزمة الليبية وخروج ليبيا من هذا المأزق، وأن تقوم الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل وفي موعدها. بالإضافة أن في حاجة قوية جدا أن هي خروج الميليشيات والقوات الأجنبية من الأرض الليبية وبداية استقرار ليبيا مرة أخرى كما عهدناها سابقا. صحيح. أما بالنسبة للملف التونسي فطبعا الدولتين والقيادة السياسية المصرية والقيادة السياسية الجزائرية لديها ثقة كبيرة في حكمة ورشد القيادة التونسية وعلى إدارة البلاد، والاثنين متفقين أيضا على عدم الدخول في خصوصية البلاد، ولكن هم يقفوا في ظهر الجانب التونسي والجانب الليبي كافكا. صحيح. خلونا نروح لخبر آخر. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة صرح أن منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية والمصرية وافقوا على الاستخدام الطارئ لمجموعة من الأدوية لعلاج كورونا. الأدوية دي بتنقسم لأدوية لعلاج مضادة للفيروسات وأخرى للأجسام المضادة الأحادية. العلاج كان بيتاخد فيما سبق عن طريق الحقن في العضل أو الوريد. دلوقتي العلاج اللي هيتم أخذه هيتم تناول الجرعة عن طريق الفم في بداية الإصابة، وده لتقليل من حدة الإصابة. مصر تعاقدت على هذه الأدوية، وأضاف كمان أن الشركات الوطنية المصرية نجحت في الحصول على المادة الخام لبعض هذه العقاقير المضادة للفيروسات، وفي انتظار الموافقات النهائية من هيئة الدواء، وده بيعتبر دواء عالمي هيتم تصنيعه في المصانع المصرية. هيتم إجراء تجارب الثبات اللي مش هتتجاوز إن شاء الله حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع على حسب تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. قراءة التعليقات الخاصة بتطوير الأدوية عموما والعلاجات وبروتوكولات العلاج في مصر وفقا لما بتقول منظمة الصحة العالمية.
وحضرتك طبعا ما حدث او ما صرح به الدكتور حسام ابو غفار ده يعتبر انجاز كبير جدا في مجال مكافحه كورونا، وخصوصا بان هذا العقار اخذ تزكيه وموافقه الهيئات الصحيه في الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي، بالاضافه ان هو سيضع مصر على مراتب الدول المتقدمه في انتاج هذا الدواء لمكافحه الفيروس كورونا اللعين يعني. صحيح. خلونا نروح لخبر اخر خاص بمشاركه وزير الخارجيه السفير سامح شكري في الاجتماع الوزاري التشاوري ما بين مجلس السلم والامن الافريقي والدول الافريقيه الثلاثه الاعضاء في مجلس الامن بالامم المتحده، وده كان عبر خاصيه الفيديو كونفرنس. شكري اكد خلال الاجتماع على اهميه التضامن الافريقي لدعم صمود القاره امام كافه الازمات اللي بتواجهها، خاصه فيما يتعلق بظاهره الارهاب والتطرف، وده الامر اللي بيتطلب قيام مجلس الامن بتحمل المسؤولية في هذا الصدد وتقديم المساعدة للدول الإفريقية المتضررة من هذه الظاهرة، دعم المبادرات الإفريقية في هذا الشأن. وزير الخارجية أوضح أيضا إيمان مصر بالدور الهام الذي تطلع به التجمعات والأليات الإقليمية في إحلال الأمن والاستقرار في القارة، وده كمان بجانب الدور اللي يمكن أن يلعبه مجلس الأمن لدعم القدرات الأمنية الخاصة بالتجمعات والأليات الإقليمية. وأشار لأنه من المنطلق ده فإن مصر بتكثف من جهودها لدعم بناء قدرات المؤسسات الإفريقية في المناطق المتضررة من ظاهرة الإرهاب عبر شتى الطرق، ومنها طبعا تقديم دورات تدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الإفريقي. فكرة التجمعات الإفريقية أو والإقليمية اللي موجودة ومدى مساندتها للدول اللي تضررت من الأحداث الإرهابية يعني طبعا على مدار الفترة اللي فاتت، هذه التجمعات ودور مصر اللي بتقوم بيه. طبعا مصر لها دور فعال جدا في دعم أشقائنا العرب والدول العربية من منذ 2014 في شتى المجالات، وفي كل المجالات هنلاقي ان في حصل ان في على صعيد الدبلوماسية الرئاسية جانا زعماء أفارقة هنا كتير جدا، وسيد الرئيس توجه لأكثر من دولة منهم جيبوتي مثلا، بالإضافة ان مصر قدمت كافة الدعم من إنشاء مشروعات داخل القارة الإفريقية السوداء، بالإضافة إلى الرعاية الصحية وقوافل الصحية القوافل الطبية الخاصة بكورونا، وبالإضافة إلى الاهتمام في كل المجالات. عندنا الرياضة، احنا استضفنا كأس الأمم الأفريقية في 2019، في كافة المجالات، كافة هو هنا كمان الحقيقة الملفت للانتباه هو دور مصر في الدعم الأمني اللي هو فكرة تدريب القوات. أنا جاي لحضرتك في ناحية الإرهاب بقى كمان. طبعا كان لمصر برضو دور قوي جدا بالنسبة لتكثيف منابع الإرهاب في القارة الإفريقية وفي في يعني رادع الإرهاب، بالإضافة أن احنا عندنا قوات مشاركة من الناحية الأمنية في قوات حفظ السلام اليو إن، ودي لها دور طبعا فعال، بالإضافة أن مصر بتقوم بدورات تدريبية وتدي خبراتها الأمنية والخبرات الاستراتيجية للقارة الإفريقية تماما لمكافحة هذه الظاهرة، ظاهرة الإرهاب، وخصوصا في هذا التوقيت وما يعاني به العالم كله وخصوصا القارة الإفريقية في ذلك. صحيح. لا وإحنا بنشوف كمان يعني إخواننا الأشقاء بالأفارقة موجودين يعني في حفل مثلا تخريج الكليات الحربية، بتلاقي طبعا ده الشرطة بتلاقي اللي هم سواء عربية أو أفريقية، بس هو أفريقية أكثر، وفي فعلا طلبة داخل الكليات العسكرية. صحيح. بيبقى من دول إفريقية مثل جيبوتي مثلا، بيبقوا موجودين طلبة اوريدي، مش بس حضور حفلات، لكن في طلبة مشاركين موجودين. صحيح. مع الطلبة المصريين سواء في الكليات العسكرية او كلية الشرطة. صحيح. نروح لخبر اخر. بابلو ماتيو قال وهو ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ان اللاجئين بيعيشوا في مصر سويا مع المصريين وليس في مخيمات كما هو الحال في دول أخرى، وتابع أن مصر قدمت اللقاح للاجئين وطالبي اللجوء، ويجب أن يتم شكر مصر على كرمها في تقديمها للخدمات لا سيما الصحية للاجئين وتحديدا خلال أزمة كورونا. وأضاف كمان أن مصر قدمت أيضا للاجئين حق الوصول للتعليم في
المدارس الحكوميه بنسبه 80% من اطفال اللاجئين، وان في 4 جنسيات مختلفه بتتقارب في الثقافه واللغه مع المصريين بالمدارس المصريه، فيما استفاد اللاجئين ايضا في مصر من مبادره 100 مليون صحه اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده. واوضح ممثل مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين في مصر انه على المجتمع الدولي ان هو يدعم الحكومه المصريه قائلا: دائما أقول أن الكوب أوشك على الامتلاء، لذلك علينا العمل على ملء كوب جديد، وأعتقد أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية لدعم الحكومة المصرية. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال قبل كده أن احنا يعني ما عندناش لفظ لاجئين وما عندناش مخيمات، احنا عندنا مواطنين أشقاء جم للمجتمع المصري عاشوا في وسطنا عادي وعملوا مشروعات ودخلوا المدارس، ولما حصل مبادرة 100 مليون صحة زي ما قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر كانوا بيروحوا يتلقوا العلاج ودلوقتي اللقاح لكورونا وغيرها من الحاجات الكتير. بس الحقيقة أن فكرة دعم الحكومة المصرية، وأنا أعتقد أنه بيلمح برضو أن ليه ما تبقاش التجربة المصرية دي ممكن تحصل في دول أخرى. صحيح كلام حضرتك، هو طبعا مصر بتعامل يعني أوريدي كل العرب أو عندنا في مصر بنعاملهم معاملة الضيوف. صحيح. والمعاملة بل بالأكثر، بل يعني أكثر من ذلك، إحنا لما بنيجي نتعامل مع اللاجئين مع المواطنين ما بنعملوش على أنهم لاجئين تماما. فالشعب السوري شعوب أخرى اللي عندها مشاكل في بلادها، هم عندنا هنا بيتم معاملتهم كمعاملة المواطن المصري تماما، سواء من ناحية المدارس زي ما سعادتك ذكرتي على المشروعات، انخراطهم داخل المجتمع المصري وكأنهم أصحاب بلد وهم فعلا أصحاب بلد. وأما عن التجربة المصرية دي، طبعا لو تنفذت على مستوى العالم فإنه العالم سيسود السلام، ومش هيبقى فيه التفرقة اللي احنا بنسمعها في بعض الدول في المعاملة مع اللاجئين أو المخيمات الموجودة على حدود الدول. لا، وإحنا عندنا كمان الاتحاد الأوروبي يمكن بيعاني من فكرة اللاجئين، ودول كتيرة متخوفة حتى مع تغير يعني في ألمانيا، ويعني خلاص انتهاء الفترة بتاعت المستشارة أنجلا ميركل وداية تولي جديد، وفرنسا وجودها في الاتحاد الأوروبي ده يعني في تخوف من فكرة اللاجئين، ويمكن ده اللي خلى يبقى في تواصل دايما مع والإشادة والإشادة بذلك حتى يحزو كافة الدول. صحيح. حزو مصري. صحيح. نروح للشأن العربي ونقرأ: الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي أكد على، وهو طبعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكدوا أن الأعمال الإرهابية اللي استهدفت السعودية والإمارات ستزيد من عزم البلدين والتصميم على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التي بتنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادا، فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر الأعمال الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. ودي محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة. وكانت الأنباء السعودية كانت ذكرت أن ده جه خلال الاتصال الهاتفي اللي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم خلاله بحث شؤون المنطقة، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية، ورفض وإدانة هذه الجرائم الإرهابية اللي بتهدد السلم والأمن الإفريقي، الأمن الإقليمي أسفة والدولي. ولي العهد السعودي أعرب خلال الاتصال على إدانته للهجوم الإرهابي السافر اللي تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة بارح من قبل جماعة الحوثي، ونتج عنها وفاة عدد من المدنيين في دولة الإمارات الشقيقة، معربا عن خالص تعازيه للمتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. يعني كنت يعني عايزة أرجع فكرة ما حضرت منه مصر يعني منذ سنوات، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أنه يقول أن الإرهاب هيطال المنطقة كلها وهيطال الحقيقة العالم بأجمع، وما فيش حد بمعزل عن فكرة يعني الإرهاب. النهاردة وتعرض السعودية والإمارات دولتين عربيتين شقيقتين، ما يحدث في اليمن،
معرفش يعني شايف ازاي ما حدث امس من قبل جماعه الحوثي في دوله الامارات الشقيقه؟ هو لحضرتك اللي حصل من الحوثيين في الامارات طبعا لسبب واضح جدا، وهو دعم الامارات العربيه والسعوديه لليمن، والاحداث الاخيره من ما حدث في جزيره شبوه، ده طبعا تعدي سافر. لكن خلينا نتكلم عن اصل الموضوع وما خليناش نلوم اليد المنفذه، خلينا العقل المدبر لذلك هو إيران طبعا، وهم من قاموا بذلك، لأن الحوثيين لا يملكوا حتى الصاروخ اللي نفذوا، ما يعرفوش يعملوا عجلة أطفال أساسا. لكن هذا التعدي تعدي سافر، وزي ما قال سيادة الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان، لن ينول من عزيمة العرب عموما وعزيمة الإمارات والسعودية بذلك. وحضرتك أعيد لحضرتك قلت عليه برضو إن إحنا طول ما المنطقة ملتهبة في ذلك هيحصل إرهاب وهيحدث حوادث أخرى، وهو ما حذر به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أي ولا، وكانت له كلمة تاريخية الحقيقة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة في اجتماع الجمعية العمومية، لما تحدث عن إن إحنا لو عايزين نقضي على الإرهاب فإحنا محتاجين نجفف منابع الإرهاب، الدول الممولة، الدول اللي بتعالج، الدول اللي بتقوي الدول، يعني حاجات كتيرة قوي لو إحنا فعلا عايزين نقضي على الإرهاب. حقيقي كلام حضرتك. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب والروائي الأستاذ نزار السيسي، شكرا جزيلا حضرتك، شرفتنا ونورتنا يا فندم. صباح الخير. مشاهدينا الكرام، بكده بكون انتهت جولتنا الإخبارية، هنروح لفاصل، بعد الفاصل هبقى مع حضراتكم وهنعرف إيه التطور اللي حصل في قطاع النقل في مصر، وإيه اللي حصل على مدار السنوات اللي فاتت واللي إن شاء الله إحنا منتظرينه في الفترة اللي جاية من افتتاحات كبرى لمشروعات هتعمل نقلة حضارية لقطاع النقل في مصر. مشاهدينا الكرام، بجد التحية مرة تانية لحضراتكم، وزي ما قلت قبل الفاصل إن مصر الحقيقة شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطور كبير في قطاع النقل والمواصلات تحديدا، الحقيقة اللي بيمشي على الطرق وبيشوف مدى التوسعة اللي حصلت، الطرق الجديدة اللي تم دخولها، شبكة طرق اللي ربطت ما بين مصر كلها اللي موجودة واللي بيتم تنفيذها في وقت قياسي، واللي بتعتبر من أبرز معالم وسمات الجمهورية الجديدة. حجم الجهود اللي تم بذلها والإنجازات الضخمة اللي حصلت في العديد من المدن الجديدة مع مجموعة كبيرة من الطرق اللي بتوصل ليها، مشروع المونوريل أو القطار الكهربائي السريع من أهم المشروعات اللي بتحصل واللي كلنا الحقيقة بننتظرها بشغف كبير، لأنها مش بس هتبقى بتربط ما بين المدن الكبيرة وبعضها كمان، لأ ده هتساهم في توفير الوقت وتقليل الأعباء والزحام، الساعات اللي موجودة الذروة اللي احنا بنشوف ان المشوار بيستهلك وقت اكبر جدا من المسافة اللي موجودة ما بين يعني ما بين المكان اللي انت خارج منه واللي انت رايح له واللي كلنا بنعاني منها يمكن، وده اللي خلى ان يبقى الشغل شاغل لسيادة الرئيس انه يوجه الحكومة ان يتم الانتهاء على وجه السرعة من تطوير منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية، لان الحقيقة ده هيعمل نقلة نوعية واضافة حضارية هتسهل حركة المواطنين ووصولهم لأماكنهم بشكل سريع وآمن، وهتساهم في تحسين الظروف المعيشية كمان والاقتصادية اللي موجودة ليهم، والأهم من ده إنها هتساعد على فكرة مراعاة الظروف البيئية، وإن إحنا يبقى عندنا عملية تنموية ضخمة بتحدث في مصر، التنمية المستدامة طبعاً مشروع 2030، وإن إحنا بنواكب دوت في فكرة إن إحنا عندنا الاقتصاد الأخضر وإن إحنا عندنا بيئة نظيفة، وخصوصاً إن مصر في شهر نوفمبر اللي جاي في نهاية السنة دي إن شاء الله هتستضيف COP27 المؤتمر تغير المناخ العالمي. نتكلم أكتر عن اللي حصل في قطاع النقل وإزاي اللي بيحصل التطوير الكبير ده بيحصل كمان من أجل الحفاظ على البيئة. يمكن إحنا ما كنا نتكلم عن وسائل نقل كان دايما يحصل إن إحنا بنستخدم البنزين والوقود فبالتالي بيحصل تلوث للبيئة، النهاردة إزاي مصر بتطور مع الحفاظ على البيئة، نعرف ده كله من دكتور أيمن مسلم أستاذ الهندسة الإنشائية والمدنية بجامعة كاليفورنيا ومؤسس المجلس المصري للاقتصاد الأخضر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم.
عايزه اعرف رؤيه حضرتك ل التطوير اللي حصل في قطاع النقل في مصر. اولا طبعا القفزه اللي حصلت دي حاجه مش طبيعيه اصلا في اي بلد في العالم، لان احنا بنتكلم مثلا انا هدي باك جراوند بتاعي مثلا بالنسبه لامريكا، انا بقالي حاجه و40 سنه في امريكا. طبعا عندهم شبكه قويه جدا من الطرق والكباري والمواصلات، ولكن الكلام ده اتعمل في حوالي 60 سنه او 50 كنت لسه اسال حضرتك اتعمل في كام سنه؟ 50 60 سنه. فبنتكلم على اي بلد في العالم الرينج اللي بيحصل فيه من حوالي 40 50 عشان اوصل. حتى الصين حضرتك لو شفتي زمان، انا وصلت يعني زرت الصين يمكن وانا لسه شاب وشفته وهي لسه شيوعيه، وشفتها بعد كده طبعا. حتى في القفزه اللي حصلت في الصين على الاقل اخذت 35 سنه ل 36 سنه، هي مش باينه قوي لكن هي حقيقه من 35 36 سنه من اول ما الصين طلعت من النظام الشيوعي يعني للنظام يعني متوسط. ولكن اللي احنا بنشوفه النهارده هو اللي انا بقوله، كان في هوم ورك واتاخر قوي. فقعدنا 30 40 50 سنه مش باصين لموضوع الاستدامه. وطالما قلت كلمه الاستدامه دي بس لابد اقف عليها على اساس انها في المجلس المصري للبناء الاخضر. الاستدامه دايما ما هواش معنى حرفي، يعني هو بالانجليزي بيبقى sustainability وبالعربي بيبقى الاستدامه. لكن الاستدامه مش ترجمه، الاستدامه عباره عن فكر. يعني عباره عن كود كده لنا عشان نتكلم عنه، لكن يدينا مؤشرات. بالظبط، هو الاستدامه بالظبط ليها معاني كتيره قوي وليها ديفينيشن كتيره الامم المتحده عاملاه، الورد بانك عامله، البنك الدولي. ولكن الاستدامه باسهل شيء يعني وصف سهل، الاستدامه اللي هي عدم الانانيه. ان انا النهارده لما بستعمل مواصلاتي بطلع انبعاث حراري بيأثر على الانفايرمنت، لما بستعمل الميه او الوقود ريسورسز او المصادر الطبيعيه بتاعتي، ما فكرش في النهارده انا مبسوط قد ايه، بفكر في احفاد احفادي. صحيح، وده اللي بيحصل. فدي هي الاستدامه كمعنى شامل، اللي هي فكره ان انا اعمل تنميه بما يحقق رفاهية الأفراد دلوقتي، بس بما يضمن الحفاظ للأجيال القادمة على حقهم في بيئة نظيفة. ما ده المهم جدا حضرتك إن هو الناس يفهموه، لأنه في كتير قوي يقول طب ليه إحنا بنعمل حاجات معينة دلوقتي، طب ما إحنا عاوزين كذا وكذا. ما هو ده عبارة عن تنفيذ أو تحقيق الاستدامة، ما هيش سهلة. لأن أنا حضرتك لما أقعد أفكر في غيري وفي اللي جاي في المستقبل برضه مش هاخد لذة النهاردة. يعني هو لابد اختار. صحيح، فالخيار عندي، وده الاختيار الصح الحكومه ماشيه فيه والرئيس ماشي فيه، ان انا هو يعني ساعات الاب بيبقى قاسي في بعض الاحيان حبا في ولاده. فده اللي انا حاسس بيه طبعا، لانه اللي بشوفه دلوقتي يمكن الناس مش شايفينه، لانه عاوز حاجه الوقت اهو، ده مش استدامه خالص. صحيح، ده انانيه. لكن لو انا فكرت زي ما بلاد العالم كلها بتفكر، زي امريكا لما بتفكر في 100 سنه و200 سنه، مش 50 سنه ومش 30 سنه. لو احنا وصلنا ان انا فعلا بحب اللي جاي بعد كده، اللي جاي ولادي 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 حتى ابني، ده اللي هيخليك تحسي انه يمكن اتعب شويه دلوقتي ولكن بعد كده ولادي، وده المفروض طبيعي. هم اساسا الخبراء كمان يا دكتور ايمن منقسمين على فكره مدى احتياج الدول الناميه لما يخص بالحفاظ على البيئه. يعني البعض يقول لك الدول الناميه ما عندهاش رفاهيه انها تعمل مشروعات كبرى بتكلفه كبيره وعلشان تحافظ على البيئه، هي محتاجه انها توفر اساسا سبل المعيشه يعني والحقوق الاصليه لبلادها، وبالتالي هي ما عندهاش الرفاهيه. يعني فكرة هذا الانقسام واختيار مصر للطريق الأصعب، يمكن زي ما حضرتك قلت إن أنا بحاول إن أنا أوفر وأوفي بالتزاماتي بس من غير ما أضر الأجيال اللي جاية. بالظبط، ما ده حك يعني اختيارات. برضو حك لابد تفكري، وكلنا نفتكر إن إحنا فعلا من 30 40 سنة كنا نايمين. صحيح، كل اللي عملناه مثلا في اتجاه الطرق هو كوبري 6 اكتوبر، ده اللي انا اتربيت عليه في شبابي، 15 مايو و15 مايو، حتى 15 ده بعد كده بعد ما سافرت.
الدائري جاء بعدها، يعني قصدي كانوا ثلاث أربع حاجات، مش ده طريقة اللي تقدري تبني بيها. وبالتالي ما تنفس طبقا للمواصفات والقياسات العالمية. يعني احنا دايما كان بيبقى عندنا مشكلة في الطرق ان احنا طول الوقت عمالين اللي نعمله نهده واللي نعمله نهده واللي نعمله نهده، فده كان كمان استهلاك غير طبيعي. طب انا عايزة برضو من حضرتك بصفتك خبير، احنا مثلا احنا مصر استهدفت انها تعمل 7000 كيلو متر طرق، علميا ال 7000 كيلو متر ياخدوا وقت قد ايه؟ يعني لو بنتكلم كده عن تصور علمي، يعني على الاقل مثلا لو مشينا برابد سيستم او سريع يعني هيبقى من 15 ل 20 سنه مثلا عشان اقدر اعمل حاجه زي كده. على فكره حضرتك بتعتمد برضو انا بعمل الطريق فين، زي هديك مثلا زي طريق جلالة يعني بعمل في هضبة أو جبل، بعمل في طريق زراعي صحيح، لكن هو بعمل في جزء منبسط جميل ما فيش حاجة موجودة. ده ليه تكلفة وليه وقت وده ليه تحدي وطريقه. يعني حتى أنا زرت يعني جامعة الجلالة، كان عندي شرف أن أنا أروح هناك مع سيادة الوزير خالد أبو غفار والسفيرة نبيلة مكرم وانبهرت، لانه انا مش بس ان انت داخله في الجبل، لا اللي مصمم هذا الكلام عامله حتى زي جبل زي هرم سقاره، يعني وانت ماشيه مبسوطه، يعني الجزء البيئي موجود الجمالي الهويه البصريه موجوده انها كويسه. فحضرتك بتقولي طب احنا ديفلوبمنت كانتري او لسه دول ناميه؟ ابدا، ما هو حضرتك لابد. انا كنت في افريقيا في نوفمبر اللي فات وكنا في مؤتمر قمه اقتصادي، و يعني سوهاب ان انا كنت بماسك سيشن، كان في برايم مينسترز ورؤساء وزراء ورؤساء سابقين في افريقيا، وكان السؤال اللي بيساله لي ازاي اللي حصل ده في مصر يعني في الفتره دي. حقيقه التجربه المصريه بقت يعني ملهمه بالظبط، وفي نفس الوقت الناس عايزه تستفيد، هي مصر عملت ده ازاي؟ مش فاهمين ازاي. انا اقول لحضرتك انا رديت ازاي وهم ابتسموا. قلت لهم لان في اختيارات، والقياده في مصر مش همها الكل ان كله يسقف وكله ينبسط. سالت كانوا موجودين على البانلز وكلهم برايم مينستر، قلت لهم هل عندكم الشجاعه انك تعملوا زي ما بيحصل ان في ثمن بيدفع للعمل؟ لانه صحيح. انا يا اما ابسط الجميع ومن يريد ان يبسط الجميع في الاخر مش هيبسط اي حد. فهي دي العمليه، ان هي اختيارات. واللي انا شايفه دلوقتي ان كلمه الاستدامه زي ما حضرتك قلتها لك، انه النهارده انا بعمل هذا الكم من الطرق والمواصلات الحديثه مش هيحس بيها الجيل ده ابدا ولا انا، لكن ابني وابن ابني هيحس بيها. حضرتك لما تشوفي مثلا القطار السريع الخفيف اللي هو المونوريل مثلا، انا متاكد بعد 10 سنين او 15 سنه لو المونوريل ما اشتغلش هتلاقي ابنك مثلا جاي وزعلان جدا لانه اصبح جزء من حياته الطبيعيه زي يوروب وزي امريكا. اللي هو زي خلينا نبسطها للناس، لما مصر عملت مترو الانفاق، يعني مترو الانفاق كان بالنسبه لنا يعني الاجيال اللي يعني اللي فاتت اللي هو ايه ده، هو في فعلا حاجه وهتمشي من تحت الارض وهتنزل من تحت الميه وبدانا يبقى عمل فارق في مسألة النقل. يعني مترو الأنفاق وفر للناس كتير يعني وقت ومجهود وسرعة، ومع التوسعات اللي بتحصل والإنشاءات الأعمال اللي هي الافتتاحات المراحل الأخرى بدأت إنها تسهل على الناس. بس الجديد في مشروعات النقل واللي أنا ملاحظاه يا دكتور أيمن، إن إحنا دايما كنا مثلا في مترو الأنفاق بنستعين بالشركات الفرنسية علشان تيجي تنفذ، النهاردة إحنا المهندسين بتوعنا وولادنا هم اللي بيعملوا المراحل الجديده من مترو الانفاق، وهم اللي بيعملوا المونريل وما يحدث من وسائل مواصلات حديثه هيتم ادخالها. هو ده الفرق ما بيننا وما بين بلاد كتير قوي، ان احنا يعني في بلاد تانية بدون ذكر يعني بتعمل تقدم رهيب جدا، ولكن معظم الاعمال معموله بايادي اجنبيه. صحيح. احنا عندنا طبعا ما عندناش اي مشاكل ان احنا نتعلم. واحنا معروف المهندس المصري من الاف السنين معروفه، حتى صحيح. احنا في امريكا لما نبقى اساتذه يقول لك مصري يقول ده بتاع البن. فاحنا اصلا عندنا دي جينات من جوان، المهندس المصري بيتعلم وعنده دايما طموح،
حاجة زي ما قلت كان في شركات الفرنساوية ولسه موجودة ولكن موجودة. هي في السوبرفايزري يعني في الإدارة البسيطة في التعليم في لكن معظم شركات المقاولات كبيرة جدا في مصر دلوقتي أصبحت متخصصة في هذا صحيح. الموضوع بالعكس رايح دلوقتي لإفريقيا عشان تساعد إفريقيا عشان يعملوا مترو أصبحنا احنا يعني اللي كنا بنتعلم بنعلم صحيح فطبعا ده مهم جدا جدا بالنسبه وبقينا نمتلك المعدات كمان يا دكتور ايمن يمكن ده كان في اشاره ليه رئيس مجلس الوزراء في احد يعني مرات العرض اللي كانت موجوده في احد الافتتاحات على سياده رئيس الجمهوريه هو تحدث عن النقطه دي تحديدا ان احنا بقت عندنا الشركات المصريه بتمتلك الات الحفر والمعدات الخاصة بالحفر والإنشاء الطرق ودي الحقيقة كمان طفرة إن يحصل إن أنا عندي يبقى المعدات كمان أنا مش مضطرة إن أنا استوردها من الخارج أنت حضرتك كلمتي عن حاجة مهمة جدا أنا يعني علاقتي يعني قوية مع الأفرع الهيئة الهندسية والمؤسسين العسكريين وكده كتير من أولادنا بيقولي عندي في الجامعة يعني ورحت زرت الأنفاق اللي كانوا بيتعمل على قناة السويس أنفاق تحيا مصر بالظبط وعرفت من هناك إن احنا اوريدي اشترينا مكانتين بتوع التانل تي بي ام وده انفستمنت رهيب طبعا ملايين اليوروز يعني وده النقطة اللي عاوز أقولها يمكن من خلال يعني البرنامج ده إنه يا ريت نبدا نستثمر في ذلك التي بي ام دول او تانل بورينج ماشينز ما ينفعش تقعد ساكته دي حاجه ضخمه جدا ما ينفعش يقف تروسها ده فاذا انا عندي حاجه زي كده زي ما حضرتك قلتي مش هتلاقي بلد عندها ده دايما بتاجر فانا عندي هذا الكلام انا بتكلم هو ده اللي قاله دوله رئيس مجلس الوزراء ان هو ان انا يعني ممكن اعمل ده للدول الافريقيه والدول العربيه اللي هي محتاجه انها تعمل انفاق وتعمل يعني تماشيا مع وجهه النظر اللي حضرتك بتقول احنا كمان عايزين نتكلم شويه بقى عن القطار السريع اللي انا شخصيا منتظراه يعني ان هو يشتغل هيعمل ايه اهميه هذا القطار القطار السريع طبعا هيعمل ريفولوشن يعني هيعمل ثوره كامله اولا المسافات هتبقى مش مسافات يعني مثلا حضرتك القطار السريع وده حقيقي يعني هيبقى من هنا حضرتك تروح اسكندريه كامل لو سايقه لو اسكندريه نفسها يعني ساعتين ونص ثلاث ساعات تقريبا بالضبط. يعني القطر السريع هيوصل 45 دقيقه ل 48 دقيقه بالتحديد يعني فتخيلي حضرتك حتى لو انت رحتي الصبح بدري وطلعتي هناك ساعه كنت هناك 48 دقيقه على ما وصلتي هناك المقابله بتاعتك ورجعتي في 1 hour ده طبعا كلام رهيب بالنسبه لك احنا بنتكلم عن حضرتك قلت القاهره اسكندريه 45 دقيقه احنا معانا احصائيات على الشاشه القاهره اسوان 4 ساعات يعني من 3 لـ 4 ساعات العالمين 3 ساعات 3 ساعات مرسى مطروح 3 ساعات فبقول لحضرتك يعني انت لما بترجمي يعني قصدي مش حكايه بس الوقت ما هو الوقت يترجم الى حاجات كتيرة نعم واحدة منهم فلوس ومجهود ده هي most important الإنتاجية حضرتك أنا لو أنا جاي لك الوقت جاي من القاهرة جديدة وواصل هنا وزحمة هاجي تعبان وحضرتك هتيجي تعبانة صحيح ما عندكيش الإنرجي إنك تكملي طول اليوم صحيح لكن لو أنا جاي مرتاح ومكان مناسب و 45 دقيقة أنا لسه الإنرجي موجودة عندي صحيح فالبرودكتيفيتي بتزيد بكمية رهيبة تخيلي ده للعمال أو للموظفين أو المهندسين أو الدكاترة هيفرق في فكرة الفعالية والإنتاج تماما الجزء الثاني طبعا التلوث لأن طول ما عندك مركبة بتتحرك الوقت ده هيطلع منه انبعاث لو أنا 45 دقيقة بقى أنا عندي فترة حتى لو في انبعاث ولو أنا هنستعمل في القطر السريع كلها حاجات كلها طاقة متجددة وقليلة الانبعاث الكربوني والحراري هنلاقي إن احنا وفرنا الجزئية التانية الجزئية التالتة المهمة جدا بالنسبة لي أنا إنه هتفتح أبواب عمل إزاي؟ أنا ممكن حضرتك أنا قاعد في القاهرة جديدة أو ساكن في بلاش القاهرة جديدة في أي مكان في الحي العاشر ومش لاقي شغل في القاهرة وفي شغل في بدر حضرتك أنا في 10 دقايق هكون موجود في بدر مفيش أي انتظار لأنه عندي مواعيد ثابتة هشتغل معناها أنا قاعد في مدينة نصر وهرجع شغلي عادي يبقى أنا هنا موضوع العشوائيات موضوع الناس اللي قاعدين يسيبوا ولادهم ويرجعوا الكلام ده هيأثر اجتماعيا تأثير إيجابي رهيب رقم 2 أنا بيبقى عندي شغل جاي لي كشاب لسه متخرج
بس موجود حضرتك مثلا في اسكندرية بس أنا عايش في القاهرة مع أهلي، إيه اللي يمنع دلوقتي 45 دقيقة؟ فأصبح سوق العمل اتغير المناخ بتاعه تماما. واعتقد ان هو بقى كده هيأثر كمان ديموغرافيا، يعني على فكره توزيع السكان، احنا بنعاني دايما من مساله توزيع السكان والهجره. يمكن زي ما حضرتك بتقول انا مثلا من اسكندريه ومفروض شغل جاي لي في القاهره، فبضطر ان انا انتقل للاقامه كامله بعيلتي بقى باسرتي للقاهره او العكس، وبالتالي فبيحصل ازدحام. لكن انا كده ممكن اروح واجي اسكندريه القاهره 45 دقيقه، ده انا كاني واخد المشوار من المهندسين لاكتوبر مثلا. بالظبط بالظبط. حاجه كمان في جزء اجتماعي كبير جدا. انا لما اخلي واحد يسافر ويقعد، بيبقى مثلا جاي، انا كنت مقابل ناس من الشباب بيبقى قاعد مثلا في بني سويف او قاعد في المنيا وسايب زوجته مثلا ولسه متجوز، بيقعد 40 يوم عن يرجع. ايه اللي هيحصل؟ ان هو هيوصل في 40 دقيقة، بلاش كل يوم، كل يومين. صحيح. أولا زود الترابط الاجتماعي، قلل مع الضغط على العاصمة، وده حاجة عارفة الكلام ده، أنه لو هنا مثلا عندنا 20 مليون في العاصمة في الأجازات هتلاقيهم بقوا 8 مليون. صحيح. لأنه في ناس بيجوا يعيشوا فيها عمالة من حوالين القاهرة. فإذا أنا حالة زي دي أنا هقلل الفرص إن يحصل فيه أي عشوائيات اللي إحنا بنحاول إن إحنا نقللها. وطبعاً رئيس يعني عامل فيها مجهود جامد. وعلى فكرة معلش طالما قلت الكلمة دي هتكلم على حاجة، لأن زعلانين الناس يقول لك ده بيهد هنا وبيعمل هنا. حضرتك أنا في الصين شفت هذا الكلام، محيت أحياء وكانوا بيطلعوا ناس يصوتوا ويصورون في سين آن وزعلانين وكلام ده، كان كلهم دلوقتي في منتهى السعادة. حضرتك لما تروح الصين حاجة تشرف يعني، في أماكن جميلة جدا. شفت هذه الأماكن ويعني كان الناس مضايقين جدا، والصحف الأجنبية قاعدين يعني تقولوا ده حقوق الإنسان مش حقوق الإنسان، ولكن تغير هذا الكلام، المستوى المعيشي ارتفع، تغير وجه الكلام. فبعض الأحيان زي ما حكى إنه لما يكون رب الأسرة قاسي لابد الناس يفتكروا، لأنه اللي بيزعل ده يفتكر هو بيكلم ابنه إزاي وبنته. صحيح. لأنه لابد أربط هذا المجتمع. أنا بيبقى عندي ولدين ومش عارف أتصرف، لما يكون عندي 100 مليون ولد ما أعرفش إزاي تتعامل. ففي جزئيات ما أقدرش أبقى كامل في كل شيء، أنا بعمل اللي أقدر عليه في الفترة اللي أنا موجود فيها علشان أحسن أجيال جاية، مش عشان النهاردة بس. وده مسؤولية أصلا. صحيح. فحضرتك أنا زي ما أقولك إنك إن أنا أريحك وأعمل لك كل حاجة أسهل حاجة في الدنيا، ولا خمس المصاريف اللي بتصرف خمسها. لكن حضرتك الطريق زي ما حضرتك الاختيار الصعب. ان انا نفسي مش مهمه بالنسبه لي، او صيتي، او يعني الحاجات دي، وده صعب جدا تلاقيه في اي بلد في العالم يعني. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا دكتور ايمن مسلم، استاذ الهندسه الانشائيه والمدنيه بجامعه كاليفورنيا ومؤسس المجلس المصري للاقتصاد الاخضر. شرفتني ونورتني، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى يا فندم. شرفت بيك. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، بكده بيكون الحقيقه انتهى لقاءنا. يعني احنا قلنا يمكن دكتور ايمن اشار ان اللي حصل في مصر لما سالته عن 7000 كيلو متر ممكن ياخد وقت قد ايه، قال من 15 ل 20 سنه. احنا بنتكلم ان احنا عملنا ده في غضون سنوات بسيطه، يعني لما كان دايما تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي يتعمل في 3 سنين يتعمل في سنة، واللي يتعمل والضغط على الشركات والمهندسين والعمال علشان يتم إنجاز هذه المهام في وقت قياسي، كان ده اللي خلى مصر تعمل الطفرة. وأصبحت دلوقتي التجربة المصرية هي تجربة ملهمة لكل الدول اللي بتسعى إنها تعمل نقلة حضارية في دولها ولشعوبها، فعايزة تستفيد. هي مصر عملت إيه في خلال 7 سنين قدرت إنها تحقق هذا الإنجاز اللي يعني بيشهد به العالم كله؟ طبعا إن شاء الله احنا كلنا منتظرين يعني الجمهورية الجديدة، وإن احنا يبقى عندنا افتتاح للعاصمة الإدارية الجديدة، ويبقى عندنا طفرة العالم كله يشوف مصر بشكل مختلف. مشاهدينا الكرام، بشكر حضراتكم وهسيب حضراتكم مع الفقرة الطبية، ونشوفكم بكرة بإذن الله. صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، فقرة جديدة من صباح البلد.
في السنوات الأخيرة أصبح التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الطب في تزايد مستمر وبسرعة رهيبة جدا، واكتشاف وعلاج الأمراض اللي كنا زمان فاكرين إن هو مستحيل أو صعب دلوقتي مع التقدم العلمي ده بقى سهل جدا اكتشاف الأمراض دي وكمان علاجها. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا وهو كيفية استخلاص الحيوانات المنوية من الخصية باستخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي وتأثيره كمان على فرص الإنجاب، مع ضيفي اللي منورنا النهاردة الأستاذ الدكتور خالد سالم استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. دكتور خالد، القيمة والقامة العلمية الكبيرة، مشرفنا يا دكتور. صباح الفل على حضرتك. صباح النور. صباح النور. يمكن يا دكتور استخلاص الحيوانات المنوية بالميكروسكوب الجراحي هي حاجة دقيقة جدا 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 جدا، ويمكن هي من أحدث التقنيات الموجودة النهاردة أو الطفرات اللي طلعت في مجال الطب عموما. كلمنا دكتور عنها في البداية، نعرف يعني إيه استخلاص الحيوان المنوي بالميكروسكوب الجراحي ونعرف أهمية دقة العملية دي بالتحديد إيه؟ دلوقتي استخلاص الحيوانات المنوية بالميكروسكوب الجراحي من الخصية، هذا الإجراء أو هذه العملية ما ينفعش تتعمل لمريض عنده حيوانات منوية في السيال المنوي. يبقى إذن إحنا بنعملها لمين؟ للمريض اللي هو ما عندوش حيوانات منوية في السيال المنوي، أو اللي هو يمكن العيانين تبقى عارفة تعبير الأزو. فحيوان ما عندوش، عيان ما عندوش حيوانات منوية في السيال المنوي، يبقى ممكن نعمل له استخلاص حيوانات منوية من الخصية بالميكروسكوب. ده الأول، أول نقطة. هنا أحب أوضح نقطتين قبل العملية. والنقطتين اللي قبل العمليه دول مهمين جدا. اول نقطه هي ان انا قبل ما ادخل العيان يعمل عمليه استخلاص حيوانات منويه لازم ابقى محضره كويس. يعني ايه محضره كويس؟ يعني المريض ده لو عنده مشكله في الهرمونات اصلحها له. تمام. ولا اقصد بالاف اس اتش، لان الاف اس اتش ده طبيعي في الضعف الخصية هيبقى عالي. انا بتكلم تحديدا على هرمون اللبن، هرمون الذكوره، هرمون الانوثة اللي هو الاي 2. خلاص لازم اظبط له الهرمونات ديت. ليه؟ لان الهرمونات دي لها تاثير مباشر على وظيفه الخصيه. يبقى اذا حتى اولا انا بظبط الهرمونات دي برفع احتماليه ان انا الاقي داخل الخصيه، ادي واحد. نمره 2، جوده الحيوان في ظل الهرمونات المتظبطه هتبقى افضل. يبقى ده حتمي لازم اعمله. يبقى لازم قبل ما ادخل عيان اعمله العمليه ديت لازم اظبطه الهرمونات، التحضير. ادي واحد. نمره 2، لو عنده دوالي تتشال. ليه؟ لان الدوالي لها تاثير سلبي على الحيوانات المنويه اللي في السائل المنوي. طيب الحيوانات اللي انا هاخدها من الخصيه مش هتاثر عليها؟ مؤقت هتاثر عليها هي كمان. يبقى اذا التحضير يشمل لو العيان عنده دوالي تتعمل، لو عنده اختلال هرموني يتظبط. تمام. خلاص يبقى اذا المريض هنا جاهز على العمليه يخش العمليات. هنا عندنا طريقتين اتنين لاستخلاص الحيوانات المنويه. اما العينه العشوائيه خلاص، واما استخلاص باستخدام الميكروسكوب الجراحي. ايه الفرق ما بين الطريقه دي والطريقه دي؟ الطريقه اللي باستخدام الميكروسكوب الجراحي انا باخد عشر كميه النسيج اللي انا باخده بالعينه العشوائيه. يعني لو قلنا بالعينه العشوائيه انا هاخد 10 جرام، يبقى العينه بالميكروسكوب هاخد جرام واحد. او اذا كنت هاخد جرام نسيج بالعينه العشوائيه يبقى هاخد 10 جرام بالعينه الميكروسكوبيه. طبعا ده انت بتحافظ على الخصية. ده اول حاجه. النقطه الثانيه، انا باستخدام الميكروسكوب انا بدخل على البؤر اللي انا شايف ان هي شغاله، فباخد منها، ما بقعدش ابوظ في نسيج بطريقه عشوائيه. بالظبط كده، وطبيعيه ما ببوظش نسيج الخصيه. يمكن احنا هنشوف فيديو دلوقتي بيوضح الفرق ما بين يعني اهميه او طريقه انعدام الحيوانات المنويه نتيجه انسداد، و باخد من الخصيه في حاله ان المريض ده عنده ضعف في مش نتيجة انسداد، ضعف في الخصية. يبقى إذن هنا جزء من التحضير إنك أنت تبقى مشخص وعارف العيان ده عنده إيه. تمام. يبقى عارف هو نتيجة انسداد ولا نتيجة ضعف إيه وظيفي. تمام. لو نتيجة انسداد يبقى خلاص إحنا هناخد من البربخ، لو نتيجة ضعف وظيفي يبقى أنا هاخد من الخصية. في كلا الحالتين باستخدام الميكروسكوب الجراحي. في الضعف الوظيفي هو مهم جدا 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 تحضر المريض عشان تحفز الخصية، وبالتبعية لما تفتح تلاقي.
انا عايز احكي قصه متكرره. يعني على فكره معظم الامثله اللي انا بضربها في الحالات ديت بتبقى حالات متكرره، حالات واقعيه يعني ومتكرره، هي واقعيه ومش حالات نادره، لا يعني متكرره كتير. يعني عيان يجي، انا ما عنديش حيوانات منويه، خدوا لي عينه من خصيه ما لقوش فيها. طبعا هنا ده مش معناه ان خلاص انتهى الموضوع. لما بنيجي نقيم العيان، في عيان بتلاقي عنده دوالي بتعمليها له، في عيان بيبقى عنده لخبطه في الهرمونات بتظبطيها له، وبعد كده بعض العيانين دول بيطلع حيوانات منويه في السائل المنوي. يعني بعد ما بتظبطيه او بتحضريه بيطلع حيوانات منويه في السائل المنوي. طب ازاي يطلع في السائل المنوي وهو كان اما خدوا له عينه ما لقوش فيها؟ اه طبعا كان متحضر طبيعي. يمكن غلط ماشي، هم ما حضرهوش. انت انسى، انت ما عندكش حيوانات منويه يبقى خلاص هي عينه خصيه. مين اللي قال الكلام ده؟ الخصيه هي عباره عن اله لانتاج الحيوانات المنويه. هذه الاله، احنا انا هدي حاجه بسيطه جدا عشان توضح الفكره وكل الناس شايفاها وكل الناس تعرفها، لكن كل الناس ما تعرفش معناها. اللي هي ايه؟ تحليل السائل المنوي بتاع اي شخص ممكن يبقى العدد فيه زياده وممكن يبقى العدد فيه نقص. التذبذب ده معناه ايه؟ تذبذب في وظيفه الخصيه. طب ما هو نفس القصه، العيان اللي بيطلع حيوانات منويه في السائل المنوي وظيفه الخصيه بتتذبذب. طب ما هو نفس القصه، وارد ان الخصيه الضعيفه برضو يحصل فيها تذبذب في وظيفتها. بالعكس بقى، التذبذب في حاله الضعف الخصيه ده هيبقى مهم جدا ان انا اظبطه عن العيان اللي هو بيطلع في السائل المنوي. وبعض العيانين لما بنحضرهم بنلاقي باستخدام الميكروسكوب، بعد ما بنحضرهم وبنستخدم الميكروسكوب بنلاقي، يعني احنا في عيانين فتحوا مره وما لقوش، واحنا ما فتحناهم عندنا في المركز لقينا بعد تحضيرهم، وفي احيانا مرتين وفي احيانا ثلاثه. انا عايز اقول ايه؟ ان تحضير المريض مهم جدا جدا لا يقل اهميه عن العمليه عن العمليه ذات نفسها. ادي النقطتين اللي لازم ناخد بالنا منهم. مين يا دكتور اللي المفروض ياخد العينات دي من المريض؟ بكل اسف انت حضرتك سالتي سؤال يعني مؤلم ومؤلم جدا جدا جدا. لك ان تتخيلي ان ممكن جدا في بعض مراكز اطفال انا بجيب دكتور نسا اللي بياخد العينه، واحيانا بيجيبوا دكتور جراحه يعمل ياخد العينه. وطبعا بيحصل مضاعفات طبعًا. يعني انا عايز اقول ان ممكن جدا العينه الخصيه دي المريض يفقد الخصيه بتاعته بعدها، يحصل تجمع دموي بوظ الخصيه انتهت. فطبعا كلام مش مظبوط. النقطه الثانيه اللي انا عايز اوضحها ان الاستخلاص بالميكروسكوب، احنا لما بنيجي نعمل عمليه استخلاص حيوانات منويه بالميكروسكوب من الخصيه، احنا بنقسم الخصيه نصين زي البرتقانيه، يعني زي ما اجيب سكينه كده واقوم قاسمها كلها، فبالتبعيه سطح الخصيه كله قصادي. النقطه الثانيه، الاوعيه الدمويه اللي داخل الخصيه داخله من القطبين بتوع الخصيه، يعني انا عايز اتخيل الخصيه كده زي البيضه والاوعيه الدمويه داخله من هنا وداخله من هنا. لما باجي اقسم الخصيه نصين كده انا بحافظ على الاوعيه الدمويه وده اقل تهتك ممكن. تمام. لما باخد عينه عشوائيه انا بهتك الاوعيه الدمويه دي كلها، فالعينه اللي انا خدتها بوظت الجزء اللي وراها، بوظت الجزء اللي وراها. احيانا بسبب العينه ديت ممكن جدا المريض يعني الخصيه بتاعته كلها تبوظ، ممكن جدا المريض يحصل له ممكن نفقده اي فرص للانجاب بعد كده. بالظبط، بيحصل نقص شديد في هرمون الذكوره، وبالتبعيه العيان هيفضل ماشي طول عمره بعلاج هرموني بديل. انا عايز اقول المدار كتيره للعينه العشوائيه او بالطريقه بدون استخدام الميكروسكوب. اخر نقطه انا عايز اقولها، هو الغرب لما طلع الميكروسكوب في استخلاص الحيوانات المنويه، هل هو طلعه من باب الوجاهه؟ يعني أكيد من باب لا ان احنا طبعا نقول ان احنا بنستخدم ميكروسكوب، ولا له ضروره وله قيمه في النتيجه؟ انا عايز اقول ان ممكن جدا عيان يفقد فرصته بالانجاب نتيجه العينه العشوائيه الخطأ اللي خدها، ان هو ما خدش وبالتبعيه كانت الفرصه بالنسبه له ما هيش كبيره. فهنا لا يعني انا بعتبر ان هو يعني ظلم جديد للعيان ان هو دكتور مش متخصص يعمل العمليه، مكان أو مش متخصص كمان. احيانا بتبقى اماكن متخصص، يعني احيانا بتبقى مراكز اطفال انابيب، ولكن هي يعني انا ما اعرفش يمكن برضو مش الشخص المظبوط اللي اخذ العينه. انا ما اعرفش المبررات ان انا اخلي دكتور مش متخصص في مجال الذكوره وبيشتغل بالميكروسكوب ان هو يقوم بالعمليه ديت. يعني احنا ما هوش عبثي ان احنا نجيب اعلى ميكروسكوب متاح
عشان نشتغل بيه. برضه عشان اوضح النقطه اهميتها، احنا التكبير في الميكروسكوب الجراحي احنا السنتي الواحد بنشوفه يعني السنتي بنشوفه 25 سنتي ربع متر، يعني لك ان تتخيلي حته صغننه قد كده بتشوفيها على هيئه ربع متر. درجه التكبير العاليه دي بتمكنك ان انت دقه اعلى طبعا بكتير، يعني تبقي داخله على البؤر اللي هي شغاله وتاخدي منها العينه. فهل وارد النهارده ان انا اشتغل بالطريقه العاديه؟ لا طبعا مش وارد، لسبب بسيط جدا، انا بظلم المريض وبفقده احيانا فرصته او بقلل على الاقل فرصته ونسبه النجاح صحيح في ان يحصل حمل. طب نسب النجاح تقريبا يا دكتور للعمليه دي بالميكروسكوب الجراحي عند حضراتكم قد ايه، بما ان حضراتكم يعني بتورد عليكم الحالات دي كتير جدا؟ نسبه نجاح استخلاص الحيوانات المنويه بالميكروسكوب الجراحي 60%. تمام، انا بتكلم في ضعف الخصيه الوظيفي. نسبه استخلاص الحيوانات المنويه بالطريقه بدون استخدام الميكروسكوب الجراحي بتنزل ل 30%. تمام، اذا احنا بنضاعف نسبه النجاح، نسبه النجاح. النقطه الثانيه، كميه الحيوانات اللي انا بطلعها باستخدام الميكروسكوب الجراحي اعلى من كميه الحيوانات اللي انا بطلعها بالعينه العشوائيه. طبعا الكلام ده بيترجم في نسبه نجاح الحقن المجهري، ان انا كل ما كان عندي كميه حيوانات منويه اكتر كل ما كانت فرصه نجاح الحقن المجهري اكتر. ليه؟ لان انا دلوقتي بقدر اختار من الحيوانات دي، يعني لو انا طالع لي في العينه العشوائيه حيوانين ثلاثه، اذا انا مضطر ان انا استخدمهم بغض النظر بيتحركوا ما بيتحركوش، جودتهم حلوه جودتهم وحشه، مشوهين غير مشوهين. انما لما انا بستخلص حيوانات منويه بالميكروسكوب الجراحي وبيطلع لي حيوانات كتيره بقدر انقي منهم اللي انا عايزه، وبالتبعيه نسبه النجاح هتختلف تماما. طبعا فهنا يعني نسبه نجاح الحقن المجهري مش نسبه نجاح استخلاص الحيوانات، بتكلم نسبه نجاح الحقن المجهري ذات نفسه. الموضوع ما هواش بالبساطه اللي ايه خلاص يعني انت هتاخد عينه خصيه خش خد عينه خصيه خلص الموضوع وهو خلص الموضوع وده زي ده، لا طبعا. والا ما كانش يعني كل هذه الضوابط اتحطت في المجلات العلميه، عشان الضوابط دي اتحطت لصالح المريض طبعا، مش عشان ان هو ان احنا نقول احنا بنعمل بالطريقه دي او بالطريقه دي. يمكن يا دكتور اخد من كلام حضرتك اهميه وجود الميكروسكوب الجراحي النهارده، هي زي ما دكتور قال لنا مش حاجه يعني مش تقنيه حديثه مثلا مركز بيجيبها فرحان ان هو عنده تقنيه حديثه، لا، التقنيه الحديثه دي طلعت علشان تتلاشى مشاكل تقنيات كانت قديمه قبل كده، كانت ممكن تعرض المريض للخطر، كانت ممكن تعرضه لمضاعفات تانية كتير، ولكن التقنيات الحديثه لما مراكزنا تجيبها النهارده معناها ان هم بيعلوا بيها سقف يعني نجاح العمليات دي بصوره عاليه جدا جدا، ويمكن النتائج بتتضاعف زي ما دكتور خالد قال لنا النهارده، طبعا مع وجود التحضير الجيد للمريض، وجود مكان متخصص للمريض، اكيد في الاخر المشكله كلها هتتحل زي ما قال لنا النهارده دكتور خالد. شرفتنا يا دكتور ونورتنا، خلصت فقرتنا مع حضرتك بسرعه النهارده، نستنى ان شاء الله حضرتك فقرات ثانيه كتير نكمل فيها كلامنا. شرفتنا دكتور خالد، الله يخليك. كان معانا النهارده منورنا الاستاذ الدكتور خالد سالم، استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من صباح البلد.